صحتك كتخونك. قبل داك الصريف كولي وشربي وخوخي سنانك ودير عين ميكا ما عندك ما ديري كيصرف عليك يتهلا فيك ما عندك ما ديري. انا تفارقت معاه وهو عام ونص وكيرغب ونرجعو كيفاش نرجع دابا ليلو. ما عرفتش اختي علاش تخاصمتو علاش تفارقتو اصلا اختي تعرفي السبب بعدا واش نتيا زعما قابله ما عرفتش اختي الله اختي الا كان لقيتو ما يتصلحو عندكم وليدات غير رجعي. اسمع الاسطوره كتضحك. شوف انا في قطر خدام في واحد البير ديال المازوت ولوكاسيون دو فواتور البير ديال المازوت. شي دابا بنادم ما قاريش دابا قطر عندهم البير ديال المازوت عندهم المازوت ياك راه عندهم البترول راه عندهم الكره الارضيه. كيفاش برد المازوت كيفاش برد المازوت ها ويلي جاي برد المازوت دابا صاحب ديال البترول هو المازوت. ما عرفتش غريبين هاد الناس. شكرا اسيا. هزي فخرة الحمد لله يا اسيا. البنات سبتنا لك هادو تعاونوا مع اسيا والبنات. انا بغيه مي ما بقاش كي يهتم بيا كيف الاول تبدل عليا. كي تبدل الراجل كيكون هناك طرف ثالث. وباش انتيا تكوني مطوره وترجعي راجلك كاينين شي عيالات غبيات سمحوا لي مع كل احترامي لكم. ماشي كاين غد انا نقول لك كيفاش ترجعي راجلك. كبسوا بارطاجيو صيفطوا لنا الهدايا القيمه وانا غنقول لكم شنو غادي ديروا. شوفوا هادي غيتا شوفوا هذا لايف شوفوا صيفطوا لنا الهدايا الهدايا. علاش كتبقاي جالسه في لوطيل؟ فين بغيتيني نجلس؟ فين بغيتيني نجلس؟ يجري فين بغيتيني نجلس؟ هو لوطيل هذا السكن ديالي فين بغيتيني نسكن؟ خوتي راه تكبس كبس كبس تبارطاج خوتي الهدايا. انا هضرتش صيفطوا لنا لي كادو انا ما كنطلعش حتى حدي كندير لكم خاطركم كنهضر معاكم كنعطيكم نصائح بزاف د الحوايج. اجي اجي جري ازهير تعاود تدخل عندي ديغاج سور دو مون لايف. يلا لي كادو لي كادو خوتي لي كادو مازال ما شفتش والو. العلامة تيك توك الورد اللي عنده شي حاجه صيفطها بغيت نشوف الحيحه في اللايف دي لقيه. يلا اجي اتبعيه باش ما تحطيش راسك في موقف بايخ. لحقاش الغلط الكبير هو انك ملي ما كتقدريش تفرقي على راجلك سواء على بسبب ظروفك الماديه ما تقدريش تطلقي ما تقدريش ترجعي لداركم اولا كتبغيه ما تقدريش تفرقي عليه اولا بسبب الدراري ما تقدريش تفرقي معاه. ما تحاوليش بانك تتبعيه وتشوفيه فين كاين وتحصليه. انت عارفه كيخونك وعارفه بيت في الطرف الفلانيه ولكن انت الا مشيتي حصلتيه ولقيتيه وشتيه بالعينك المجرده وسمحتي له غادي يابوزي عليك غادي يتصرع عليك كوتا الحبيبه ديالي غادي يتصرع عليك ما غتبقاش عندك قيمه ما غادي يبقى يجيب لك المراه حتى للدار ويدخلها لبيت النعاس ديالك اش انت سكتي. اما الا انت كتعرفيه اللي فراس الجمل فراس الجمال كتلمحي مره مره هو خايف منك تتحصليه كيبقى داك لو غيسبي واخا ما كاينش غيسبي راه والو ملي كيكون راجل كيخون المراه كيبقى بشويه داك تيبقى شويه داك داك لي كار شويه داك ديك اللاين ريد لاين. انا عارفه الراجل اللي كيخوني كبسو بارطاجيو وما باغاش نتفرق منه وكان بغيه وبغى داري ما بغاش نطلق كان بغي راجلي وبغى داري وما بغاش نطلق ما بغاش وليداتي يتشردوا. ما خصكيش اختي تكوني اول حاجه متهوره خصك تكوني رزينه في هذا الشيء حتى كبيده. انا درتك ابوني خذي صيفطوا لنا لي كادو كبسوا بارطاجيو طلعوا لنا اللايف. هذا الموضوع هذا راه خص بزاف العيالات يسمعوه. انت اختي ما بغاش نشتت داري خفت على وليداتي وخفت نهضر هاد الناس وما عنديش شخصيه قويه اللي نقدر نواجه بها المجتمع كمطلقه مع وليداتي وهذا وهذا. غادي نخمم مزيان وغادي نرزان الحمد لله يا سلوى نخمم مزيان. عشقة الورد جات وحده صافي. انا ماشي دابا المشكله كاين الراجل اللي كيضرب وكيهرب المشكله الا جات وحده جات وحده راه صيانه
مشيتي الا بقى مع وحده صافي تصاحب مع وحده هزتك اللي مع ايوا ايوا وكلا كذا حوت ايوا ايوا ان 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 اه شي ملي كيضرب ويهرب صافي راك عارفه تيخلص كيضرب وكيهرب هذاك ماشي مشكل. انا خص راجلي يكون ديالي راجلي ملكي باش انا راجلي كنبغيه صح ولا لا؟ راجلي كيكون كنبغي حنا عندنا حب داك التملك ديالي اشنو غادي ندير؟ اول حاجه عرفتك نتايا طايح مع وحده ابقيتي شي وحده صافي شدعتو مابقاش كيجي دارو كيجي لها غير مره عندي وليدات مابقاش كيصرف تبدل عليا مابقاش كيعاشرني كامراه. اول حاجه غتخدمي فيها المفتش كونان غتخدمي المفتش كونان تبغيتي تحافظي على عائلتك غادي تعرفي بطريقه بيزيزيه غير مباشره ومباشره ومن مصادر غير موثوقه وموثوقه خصك تعرفي ديك لا بيرسون اللي طايح معاها راجلك كيفاش دايره اش كتلبس كيفاش كتعامل تشوفيها شكلها من بعيد واخا تحاولي ديري كديري الرجل الملتم وتخرجي تشوفها تعرفي كي دايره كي داير الشكل ديالها بيان سور راجلك تي غتكوني طبعا رباتو بيت غتكوني طبعا البيجامه الفوطه ديالك والصبان والتسيق والحكان ديال الماعن من الحد لحد بجيكسو والصابون البلدي تيبدا كنوع بسم الله الرحمن الرحيم اش غادي ديري غتمشي تراقبي غادي تشوفيها داك النوع ديال هشك بهشك جلابه ايفا والصابو الصابو ديال دوك الصابو اللي فيهم دومي طالون في المرايه حنا ميرسي غتقولي بدلني بقاش هادي كتهلا في راسها غتحاولي تشوفي كيفاش كري طريقه غير متوازنه علاش ما عندهاش العمود الفقري السيده كتضر كتكاكي وكتصيك السيده عندها النشاط البشاشه والبشره ديما مطلوقه وديما ضاحكه وديما ناشطه وديما خارجه على الوعي والامخوخ والبصره السيسائيه ديالها انت هي ديما كتقول قوقو ملي كيدخل انت كتلك النقير هي فيهاش النقير هي كتسمع الضحكه ديالها من برا كان شي نعاس يا الدلع واش كتطري تاكل اللحم هي غير كتضحك ناشطه ما بقاش كيهتم غتمشي كوافوره كوافوره شوفوا هادي كوافوره غتمشي الكوافوره تحاولي ملي كتقطعي شعرك شعرك بياسو غتلقاه كبابي من الداخل مابقيتش كاع كتمشطيه تحاولي تقدي شعرك ديري شي كوب زويونه تخلي الشعر واقف كي الشطه واخا كديري فولها ديري بروتيين باش ما تكوسي في الدار ديري له هكا تعمي 10 ديري هكا تعمي 20 مشي شري لك واحد ربعه ديال البيجامات زويونين تعطري واخا ديري قرعه تعطري حيدي الزغب من المسطاش تي قالت كتهضري والريح كيطير عشماوي قدي حجبانك كريمات دهني ديالي دوك الجديدات واخا ما كديرش تفرك الطيب وداك الشيء قدي برضيهم غير راسك اتريكس حبيبه ديالي سلوى اتريكس نيفيا في الوجه مطرطق احمر ضربي لي العكار الفاسي في الحناك الكلوز في الفم بيجامتك شري بيجامه لاصقه عليك شري بيجامه انت كتلبسي ام وشري لي بيجامه اكس ال غتكبري فيها ما فهمتش شري كتلبسي ام شري اكس اس لاصق ديكشي الكولون ضرب عطيه راجلك هذاك منين غادي يجي غادي يلاحظ التغيير غير لاحظ التغيير ودخليه عندك تمشي في الاول تصري الحبيبه ديالي سلوهم عاودك ما تصريش في الاول غادي يرجع بشويه بشويه نخليه دير له التجاهل زعما ما شاكيرا ما كانش كتقاد مريم البواله شاكيرا كانت كتقاد ولكن كان الاهمال لان مريم البواله شاكيرا كانت ديما علاش كتهضري هريل سلوى الله يحفظك المهم تقاد حنا كنهضروا دابا حنا ما كنهضروش بيكي بيكي راه ها حنا يا راه هذاك راه مسيحي حنا العرب عز علينا التبربير عزيز علينا الهالاباي بنادم يكون مربرب تكوني طالقاها وطيبه على التهنديبه المهم فاش بقينا دهري هذه بغيت كباره هي قلبات لي كاع الموضوع غادي تلبسي بيجامه تكون تدخلي وتدخلي تشوفي تكوني وسطك العظم تركي فقوصه ماشي ما كتكرهيش ولكن كتفقتي لقيانه خايبه كملي قالت لك ناري على صفا حطي له الطاجين راه الحلاعه فات السحيره كنشوف عليك اخونا راجلك غادي تطلع لك هارطه غادي تجري تمشي تخدم له لا 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 لا, لا. خدم مخي نحطو طويجين كنت ما كنديرش شلايد كنت حكنحطو غير الخبز والطاجين وكوكا ولا فاطنه حافيين لا
حط لها الطويجين وندير لها سلطه ونجلس حيت وليداتي جلسوا وندير الفيلم وما كنبقاش شحال هذيك كنت كنجلس بحال هكا. كل وليدي الله يرضي عليك كل عندكم مدرسه كل خشوا عليا واش راك طالع في السما وبيجامه لا من دابا منين غادي تبدلي غتجلسي بحال هكذا وغتبقي غيبقى يدير فيك ها شونجمون راديكال وليداتك كيضحكوا معاك وديك الشيء يهضر معاك داكشي جاوب على حدو قدو هو غادي غادي يقول لك واش نعستي نعس الوليدات تقولي له انعس تقول لك شكي ما سولتي فيا كتي مولفه كتعيطي ليا بزاف في الليل كتقولي لي فينك ما سولتيش فيا قول لا ما اش نسول فيك انا عارفك راه تكون مع صحابك ولا مشغول مالو الاسد صيفط الاسد وسد فمك الدار غادي يلقاك ناعسه دابا بيجامتك دريرتك ديال حياتك كيما العاده وناعسه ورويحه في الدار زوينه مبخره دايره العود غيجي ينعس غيدير لك ها نو صبري تكونيش طيبه على التهنديبة في الناس وخاصني تصدي مع عادي وكذا وصافا فين غادي الخدمه ما تحيطيش شفتك ميساج اش كديري مازال في الدار يعيط لك فين الدراري هما كاينين ما توحشتينيش عادي عادي يقولوا عادي ما الهضره ما كتقاش في التليفون خديجه يقولها ما كتبدلتي كل ما تبدلتش عادي وجيبي الزريعه ولا طرطقي المسكه اشنو غادي دير